عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ النهاردة هنعمل تصحيح كده سريع للرسومات، ربنا يسهل كده وربنا يوفقكم ان شاء الله. اول حاجة، اول رسمة عندنا دي رسمة الايه؟ اللب. فين ايه الحاجات المميزة ليها اللي احنا لازم نعملها، وايه الحاجات الغلط الموجودة في الرسم؟ اول حاجة الغلط في الموجود في الرسمة هنا، دي المفروض انها تبقى ايه؟ سكيلتال ماسل. سكيلت المصل المقطوعة تي اس. طيب سكيلت المصل المقطوعة تي اس انتوا اغلبيتكم بيعملها كده، سكيلت المصل ما بتعملش راوند، سكيلت المصل بتعمل كده بولي هيدرال. اوكي، وتتلون احمر، والنيوكليس بتاعتها على وان سايد او على تو سايد. تمام، طبعا لونه ايه حلو، انا بس ايه بعمل بسرعه بطلع الغلطات. اوكي، تاني حاجه احنا بيبقى عندنا ناخد بالنا منها في الليب، ان السايد بتاع السكين يبقى سينر عن السايد بتاع الميوكوس ميمبرين. الاثنين ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، السكين بيبقى كيراتينايز، فحط خط لونه احمر كده واطلع منه هير فوليكل زي ما مرسوم في الرسمه. الجزء بتاع الميوكوس ميمبرين زي ما معمول في الرسمه، وده صح برضو انه ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم برضو زي ما قلنا، وهيبقى ايه سيكر، اراعي الريشيو ان ده يبقى اتخن من ده. ايه كمان ناخد بالنا منه؟ الحته دي الفري ريد مارجن او الفيرميليان زون لازم ناخد بالنا منها، اللي هي ايه الديرمال بابيلي دي تبقى ديب، واحط فيها، هي بتبقى ديب ليه؟ عشان يقعد فيها بلاد فيسل. اوكي، فدي لازم ناخد بالنا منها، البلاد فيسل دي هي اللي بتديني اللون الاحمر بتاع الريد مارجن. حاجه مهمه، ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم لما اجي انقطه بنقطه كده وهو متنقط صح، اللي هو ايه اجي من تحت يبقى نقط اوفل، وبعدين تبقى بوليهيدرال منقطه كده نقط، وبعدين تقلب تبقى ايه فلات. اوكي، والون اللاير كل، طبعا كل ده قاعد على ايه، على بيزمنت ميمبرين، كل ده الونه لونه ايه احمر. هاجي اخد الجزء ده، فالكلام ده يبقى نطبقه في اي رسمه فيها ستراتيفايد سكويموس ابيثيلي. هاخد الجزء اللي انا نقطته ده واكبره مرسوم كده، كده الرسمه دي فيها حاجه غلط. ايه هي؟ لما اجي ارسم ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم ارسمها هنا البيزنس ميمبرين، باجي اروح عامله ايه كولامنر ابيثيليوم من تحت، اخد بالي ان الخلايا كلها لازقه ببعضها، وبعدين اروح عامله اللير اللي بعدها الراوندد او البوليجونال، كلها تبقى ايه زي الطوب كده مترصص فوق بعضه. يعني ما ينفعش اعمل كده، دي غلط بتعملوها كتير، ما ينفعش يبقى فيه سبيسز ما بين الخلايا، الخلايا كلها تبقى ايه لازقه ببعضها كده، وبعدين تبدا مره تبدا تبقى فلات، تقرب تبقى فلات، وبعدين تبقى ايه سكويمز. كل ده طبعا في نيوكليا ايه، هاجي اروح عامله نيوكليا كده بعدين بقت فلات. اخد بالي السيتوبلازم بتاع البيزل لازم يبقى بيزوفيليك ازرق، عشان ده بيعمل ميتوزس دي، ده كل اللي فوق ده يبقى السيتوبلازم بتاعه لونه ايه احمر. دي غلطه بتعملوها كتير. طبعا ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم كيراتينايز زي السكين، يبقى المفروض هعمل ايه فوق خط احمر، مش كيراتينايز يبقى مفيش خط احمر بتاع الكيراتين. تمام، ده هيتطبق في اي رسمه فيها ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. ايه تاني في الليب بيترسم؟ الميوكس جلاندز، والميوكس جلاندز دي اللي هي الليبيال جلاند، دي ميوكس جلاند، والميوكس جلاند بتترسم كده، او ممكن نرسمها ايه اللي يعني هي المفروض السيل ميمبرين، ممكن نرسم الميوكس جلاند كده برضو السيل ميمبرين يبقى لونه احمر. ويبقى هي نفسها اللي فومي بيزوفيليك سيتوبلازم، والنيوكليس ايه فلات واكسنتريك. او مجازا عشان الوقت احنا بنرسمها ايه، بنقول ان الرف اندوبلازم ريتيكولم فيها كتير فبيغطي على لون السيل ميمبرين، فبنرسمها كلها ايه بيزوفيليك، بس نراعي ان اللومن واسع والنيوكليس تبقى فلات واكسنتريك بره. اوكي ماشي، كده خلصنا الليب. قلنا الغلطة الشائعة اللي بتحصل فيها، الغلطتين اللي بيحصلوا فيهم، ان اللي بتعمله السكين قد الميوكوس ميمبرين، لا السكين يبقى ارفع، الميوكوس ميمبرين يبقى تخين. تاني حاجة السكيليتال ماسل بتبقى تي اس، بتبقى
فيها انجلز كده، ما تبقاش راوند شبه الفلات سيل. دي شبه الفلات سيل، دي شبه الفلات سيل. لا دي فلات سيل، دي غلط خالص. دي ترسم سكيلت المصل، ترسم في اي حته كده تي اس. اوكي طيب نيجي هنا بقى للتانج. تانج برضو ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم نان كراتينايزد، يبقى هيتنقط زي ما قلنا بيتنقط ازاي، زي ما بيتنقط هنا، واخد منه جزء واكبره زي ما كبرنا هنا. تمام طيب فين الغلطه هنا؟ دي الفيلي فورم بابيلي بتترسم ازاي؟ الفيلي فورم بابيلي انا ببقى هنا كده، انا ادي البيزل لاير بتاعتي، بطلع ببقى عامله فيلي فورم بابيلي وارجع تاني وارجع تاني. التيب بتاعتي تبقى دايركتد للحته العريضه اللي انا رسماها، يعني دايركتد بوستيرير. التيب بتاعت الفيلي فورم بابيلي دايركتد بوستيرير، في النص ممكن اعمل لي واحده ايه فانجي فور. تمام وبرده كله بنقط وبعدين اخد ايه واكبر زي ما احنا قلنا اتفقنا ستراتيفاي سكويمس. دي غلطه شائعه. غير كده لما اجي ارسم التانج بنعمل ايه؟ بنكبر الفيلي فورم بابيلي، باخدها اكبرها زي ما مكبره هنا. طبعا دي غلطه برضو زي ما اتفقنا ان الفيلي فورم ليها تيب ودايركتد بوستيرير، والتيب بتاعتها بتبقى كيراتينايز عليها كيراتين، فاعمل لها خط احمر كده. اوكي وبرضه هتتنقط. يبقى ادي ايه، هاخد الفيلي فورم واكبرها وهاخد الفانجي فورم واكبرها وهرسم التيست بود. يبقى في لا في التانج لما يجي رسمه التانج عشان تبقى رسمه كامله، هرسم التانج زي ما هو وهرسم البابيلي اللي انا رسماهم، مش هرسم طبعا دي، مش هرسم السيركم فاليت. ليه؟ لان السيركم فاليت دي بوستيرير خالص، احنا من التانج بنرسم الجزء الانتيري، فاحنا هنرسم الفيلي فورم ونرسم الفانجي فورم ونرسم الايه التيست التيست بود. عندك وقت ممكن ترسم له السيركم فاليت وتقول له ان السيركم فاليت دي بوستيرير. اوكي طيب بس نرسم التيست بود. نيجي هنا للغلطات، احنا ممكن نطلع الغلطات. ادي غلطه من اللي فات، قلنا ان التي اس المفروض ما تترسمش راوند، بتترسم بولي هيد كده ليها انجلز يعني. بس ما فيهاش هنا الرسمه دي ما فيهاش اي غلطه تانية. ادي ال اس بتترسم كده صح، الغلطه بس فيها حاجه صغيره ان الاسترايشنز ما بنعملش الاسترايشنز كده، الاسترايشنز ما تعملش كده، لا الاسترايشنز تعمل كده خطوط خطوط خطوط، مش ان انا امسك القلم كده واعمله كده، لا اعملها خط 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 خط. اوكي ماشي وهتتلون عشان في غلطه برضو كانت بتجيلي كتير، ان ايه ان اللي بيلون لي ده، اللي بيلون لي التي اس احمر بيسيب ال ال اس فاضيه بيضه، هي اللي هي نفس الـ نفس الـ نفس المصل، هنا لونها احمر هنا برضو تلون لونها احمر. اوكي بس والميوكس جلاند بقت صغيره هنا ما بقتش شايفه فيها ديتيلز، فانا عملناها كده اخد واحده واكبرها حلو زي ما رسمناها كده. يبقى في اي حاجه انا مش شايفه فيها ديتيلز اعملها زي ما احنا بنعملها كده صغيره كده. طبعا هنا مش باين ان اللومن واسع وان النيوكليس اكسنتريك والكلام ده، ارسمها كده بسرعه عشان الوقت واخدها واكبر لي واحده كده كبيره عشان يفهم، عشان ايه يعرف الديتيلز. اوكي طيب ماشي خلاص كده التيس بود مرسومه. اوكي زي ما قلنا الغلطه هنا فيها غلطه اللي هي ايه، السيلز ما بتبقاش فيه سبيسز ما بين الخلايا، الخلايا كلها نايمه على بعضها. اوكي ما يبقاش فيه سبيسز ما بين الخلايا دي خالص. وادي التيست بور تمام، هيبقى عندي السبورتنج والسبورتنج اللي بره والسنسري اللي جوه، ودي البيزل سيل تمام. وادي الفيلي فورم اتفقنا ان الانجل بتاعتها ليها تيب، والتيب بتاعتها كيراتينايزد، و والفانجي فورم اعمل بيز ممبرين كده عشان احسن ان الفانجي فورم ايه طالعه لفوق عشان افرقها ما بينها وبين السيركم فاليت، ان السيركم فاليت على اخرها على نفس السيرفيس بتاع التانج، يعني هي نفسها جوه لتحت. في حاجه ناقصه في السيركم فاليت عشان لما نيجي نرسمها كزياده ونقول له انها بوستيرير، هنا في حاجه هنا اللي هي بتعمل ووش لده، ايه دي؟ فون ابنرز جلاند. الفون ابنرز جلاند دي نوعها ايه؟ سيرس. هنرسمها كده صغيره واخدها اكبر. السيرس في اي رسمه بقى عشان هنمشي كده فيها في الكل، ناخد بالنا السيرس بتترسم ازاي عشان هتترسم في كذا حته، هتترسم في البانكرياس وهتترسم في الباروتيد والسبمانديبولر،
عشان كلكم بترسموها ايه فيها غلطات. تصير ترسم ازاي؟ ترسم كده سيل ميمبرين احمر اوكي، وبعدين اللومن ستار شيب ومش واصل للاخر، وبعدين النيوكليوس اوبن فيز نيوكليوس نيوكليوس ونيوكليولوس، وبعدين عندي بيزل ابيكال اسيدوفيليك زايموجين جرانيولز احمر وبيزل بيزوفيلي طبعا في الكل خلاص. يبقى في اي سيرس في اي جلاند فيها سيرس اساينين، في اي مكان في سيرس اساينين، سيرس اساينين ترسم كده، او اخدها حتى لو هتبان انها صغيره كده اخدها واكبرها كده وارسك واكتب له ديتيلز ابيكال زايموجين جرانيولز اسيدوفيليك زايموجين جرانيولز بيزل بيزوفيليا النيوكليوس اوبن فيز او فيزيكولر، واخد بالي ان لما ما اعملش اللومن السيل ميمبرين للاخر يبقى ستار شيب. اوكي نيجي للاسوفاجس. الاسوفاجس برضو ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم زي ما اتفقنا. وبيترسم ازاي؟ الاسوفاجس مور اور ليس يبقى الفولد ايه صغير شويه، ما يبينليش ان هو ايه طويل قوي كده، يعني الفولد كده لفوق وصغير مش جامد قوي كده. السموس ماسل بترسم ازاي؟ السموس ماسل بترسم كده، نراعي حاجتين ان هما يبقوا ايه، ما يبقاش في مسافات كبيره ما بين الخلايا ما بين الفايبرز، طبعا لونها لونها احمر، ويبقى في ايه اوفرلابنج ما بين السموث ماسل ده في اي حته في كل الرسومات اللي فيها سموث ماسل اوفرلابنج لازم يبقوا داخلين متداخلين في بعض عشان يحصل كونتراكشن. وادي النيوكليس بتاعتنا ايه برضو ايه راوندد ماشي. لما اجي ارسم السموث ماسل دي واقطعها كده عشان تبان لي اللونجيتودينال ماسل فايبرز، دي جزء منها لو قطعتها كده فجزء منها تبقى ايه تخينه وجايه لي ومقطوعه في النيوكليوس بيبقى فيها ايه نيوكليوس، وجزء منها لو قطعنا كده فهتبان لي ايه نقطه من غير نيوكليوس. يعني لما اجي ارسم اي لونجيتودينال سموث ماسل فايبرز الونها جزء واحده كبيره فيها نيوكليوس واحده صغيره ما فيهاش نيوكليوس، احجام مختلفه تمام. طيب هنا تمام ان الاسوفاجس في السب ميكوزا بتاعتنا فيها ايه اسوفاجيال جلاند نوعها ميوكس جلاند، قلنا بتترسم ازاي حتى لو رسمتها كده خدها وكبرها زي ما رسمناها قبل كده. السموث ماسل فايبر زي دي طبعا غلط، احنا رسمناها قبل كده مش كده، اللومن وايد ماشي بس. والسموث ماسل تترسم زي ما اتفقنا، واللونجيتودينال المقطوعه ال اس الاوتر لونجيتودينال لاير برضه تترسم زي ما اتفقنا. اوكي نيجي للفندس. الفندس هنطلع شويه يعني في دي هنطلع شويه كده وناخدها ونطلع دي كده عشان نبين ان ايه ان البيت بتاعتنا نارو، واطول الجلان زي ما هي باينه. يعني انا بطول دي ليه؟ بكبر دي الحته دي ليه؟ عشان اخلي الحته دي باين لي انها نارو. اوكي هبينها انها شورت ازاي؟ ان اخلي الجلان دي طويله. الجلان دي طويله ازاي؟ ما تبقاش كده، الجلان دي تبقى كده، تبقى كده تيوبلر وقعد قعد عليها الخلايا كده. اوكي طيب في حاجه مهمه هتاخدوا بالكم انها هي هنا هي رسماها الشيف سيل. اوكي هناخدها بدل ما هي معموله كده ممكن اخدها واكبرها بره، وال الشيف سيل البارايتال سيل اخدها واكبرها، والميوكس نكسل اخدها واكبرها، دول يتكبروا بره زي ما رسمين في كتاب الاسم. اوكي السموث ماسل فايبرز قلنا ما بتبقاش عامله ايه مكعبره كده بتبقى ايه مسحوبه، وما خليش فيه سبيسز ما بين المصل والنيوكليوس برضو اللونجيتودينال تتلون وشويه فيهم نيوكليوس وشويه لا. اوكي بعد كده تمام الانر اوبليك وبعدين ميد سيركلر الاوتر لونجيتودينال، واتفقنا الشكل ازاي. لو الاوبليك مش عارفين تعملوها اعوجوا الكتاب اعوجوا الورقه، برضه نراعي ان هي ايه تبقى اوفرلابنج.
فانتوا هنا في الحاجات اللي انتوا بتنسوها او الحاجات اللي ما بتاخدوش بالكم منها. الحاجات اللي ما بتاخدوش بالكم منها ان انتوا ما بتراعوش البروبورشنال ما بين البيت وما بين الجلاند نفسها. تاني حاجه ان انتوا بتنسوا ان انتوا تكبروا الثلاث خلايا الاساسيه. اوكي طيب ايه تاني؟ نيجي للبايلوروس. البايلوروس اوكي وايد ومقطوعه تي اس. اوكي برضو الخلايا المميزه بتاعت البايلوروس ناخدها ونكبرها. يعني الميوكس سكريتنج اكيد هتبقى مختلفه عن الباقي، يعني السيرفس ازاي ان الابسيليوم بتاع السوري السيتوبلازم بتاعها هيبقى بيزوفيليك، فلازم اخدها واكبرها. اوكي اتفقنا خلاص. نفس المشاكل بتاعه السموس ماسل تترسم زي ما اتفقنا قبل كده. الرسمه دي مش عارف في امتحان الجانكشن. نيجي للديودنم والجوجنم والاليم. الفيلاي والكريبتس الغلطه اللي انتوا بتغلطوها دي غلطه ودي غلطه، اللي هي ايه؟ انتوا بتطلعوا بالفيلاي وبتنزلوا بالكريبتس واحده خط واحد. لا المفروض لما اجي ارسم ان انا ادي البيزمنت ممبرين بتاعي بطلع بفيلس، انا لو انا ديودنم هتبقى برود، الفيلس تبقى برود، وانزل للبيزمنت ممبرين وانزل بعد كده اعمل الكريبت. مش دي صح؟ مش كده دي؟ لا دي لا. ماشي يبقى لازم ارجع للبيزمنت ممبرين وبعدين انزل منه للكريبت. اخد بالي ان الديودنم الفيلس بتاعتي هتبقى عريضه، الجوجنم والاليوم الفيلس بتاعتي هتبقى ايه؟ رفيعه. زي ما برضو هنمشي بتبع كتاب الاسم، الاصل بتاع كتاب الاسم. اوكي هيبقى عندنا بقى ايه؟ هيبقى عندنا البانستل هي في الديودينم. حلو هاخد بالي من ايه؟ هاخد ان انا الجوبلت سيل في الديودينم تبقى قليله ما كترهاش. في كل ما اقرب ناحيه اللارج انتستين كل ما بيكتر. اللارج في الكولون في الرسمه بتاعت الكولون لازم اخلي مثلا كل ما بين كل خليتين جوبلت سيل، لان الجوبلت سيلز بتزيد. طيب اخد بالي من حاجه، في غلطات برضو بتحصل يعني معموله صح. الكريبت لما بيتقطع بيبقى جواه فاضي. سوري الكريبت لما بيتقطع انا بقطعه كده، يعني هو زي هنا كده، لو قطعت الكريبت هنا فجوايا فاضي فراغ ابيض، اما اقطع الفيلس تبقى جوايا ايه؟ لامينا بروبريا، فيبقى جوايا كونكتيف تيشو زي ما مرسوم هنا كده. اوكي يبقى في التي اس الفيلس في كونكتيف تيشو، في الكريبت مفيش كونكتيف تيشو جوه لامينا بروبريا. برضو نفس الكلام الخلايا المميزة بتاعت كل مكان اخدها واكبرها. السموث ماسل زي ما اتفقنا طبعا هترفع عن كده، هنا في اوفرلابنج بس ترفع عن كده بس، هنا مفيش اي غلط تاني. اوكي انا بقول بس الغلطات مش كل الديتيل، يعني كل حاجة هتترسم زي الكتاب، انا بقول الغلطات الشائعة اللي انتوا دايما بتيجوا ايه عاملينها. الديودنم الميوكس جلاند هي هنا مرسومه حلو برضو، ايه لو كده اخدها واكبرها لو انا ايه لو واحد بيرسم ايه بسرعه وتوصل للاخر. الميوكس بتوصل للاخر، السيل ميمبرين بتاعها بيوصل للاخر وبيبقى اللومن وايدر زي ما اتفقنا، بتبقى هي نفسها ايه مور اور ليس ايريجولار شويه. السيتوبلازم بيزوفيلك والخلايا تتكبر. ماشي طبعا كل الليبلز زيها زي الكتاب، انا مش ما بعديش على الليبلز، انا بعدي على الغلطات بس. هنا ده الإليم. الإليم طلع فين الغلطات؟ ادي اول غلطه اتفقنا عليها اللي كله اغلبيتكم بيعملها، الفيلس نازل على كريبت، اتفقنا ان الفيلس وبعدين انزل البيزن ممبرين وبعدين انزل ايه اطلع انزل بالكريبت، يبقى اطلع بفيلس انزل البيزن ممبرين وبعدين ارسم ايه الكريبت، عشان دي غلطه شائعه كلكم بتعملوها. بعدين اجي ارسم الليم فوليكلز. الليم فوليكلز مش مجرد ان انا بقعد انقط كده وخلاص، لا انا برسم نقطه نقطه بتاعت الليمفوسايتس، نقط 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 ليها سمك، مش كده نقط ليها سمك. تمام ايه تاني؟ برضو نفس الكلام البانس سيل الجوبلت سيل الحاجات المميزه الخلايا المميزه تتاخد تتكبر عشان ايه؟ يبقى شايف الديتيلز بتاعتها.
هي هنا خفيفة بس لازم تاخدوا بالكم منها، هي عاملاها صح ان الخلايا لازقين في بعضهم، مفيش سبيس ما بين الخلايا. يعني لما اجي ارسم الكولامنر انسيليوم اخد بالي ان انا بخلي ان كلهم جنب بعض مرصوصين جنب بعض. في ناس بتيجي ترسمها كده، السبيس اللي ما بين الخلايا ده غلط، لازم يبقى كده خط واحد، ده اللي صح. اوكي ماشي، مش عليكم في الامتحان. ماشي، الابندكس بيزن ميمبرين كريبت، بيزن ميمبرين كريبت وهكذا، سيرفس يعني قصدي سيرفس ابيثيلي. بعد كده عندنا الجوبلت سيل، هنا المفروض يزيدوا عن كده شويه لان انا في اللارجنت ده اخر حاجه، فالمفروض الجوبلت سيل يزيد. ودي كريبت مقطوعه تي اس فمعموله صح، ما فيهاش لامينا بروبريا. اتفقنا الليمفوسايتس تتخن شويه، الفوليكلز تتخن شويه، والمصل ترفع. السيروزا ما بتبقاش كده، السيروزا ما يبقاش فيه مسافة ما بين الخلايا كده، السيروزا مفيش برضو مسافة ما بين الخلايا خالص، مفيش في الاستولوجي مسافة ما بين الخلايا، والنيوكليوس فلات. اوكي نيجي للكولون، الكولون برسم خط وخط وخط وانزل بيهم كريبتس، بس عملت الكولون. اوكي جوبلت سيل تزيد، لما اجي ارسم جوبلت سيل ما بين ال لازم اخد بالي ان انتوا بتنسوا ايه النيوكليس بتاعتي. يعني اللي انا قصدي من الرسمه دي ان النيوكليوس ما ننساهاش. يعني ايه؟ بص هنا في الرسمه المرسومه، ادي النيوكليوس بتاعت سيل وادي النيوكليوس بتاعت سيل، فين النيوكليوس بتاعت الجوبلت؟ وقعت، فلازم يبقى هنا في نيوكليوس بتاعت الجوبلت، ناخد بالنا منها. مفيش خليه ما فيهاش نيوكليوس. ماشي ما بين الابنديزيس ايبلايكي بتيجي ما بين الاوتر لونجيتودينال تينيا كولاي، يعني هعمل هنا تينيا كولاي وهعمل هنا تينيا كولاي، المفروض يبقى هنا في تينيا كولاي تانية اوتر لونجيتودينال سموث ماسل فايبرز زي ما اتفقنا بتتعمل ازاي. اوكي الابنديزيس ايبلايكي بتنزل من هنا، بتيجي من هنا وتطلع لبره كده ما بين الاثنين وتنزل لتحت. اوكي يبقى دي اتشفت لتحت، وادي ادي ايه التينيا كولاي على الناحيتين هي ما بينها. اوكي بس هنا مفيش حاجة تانية غلط. نيجي للجلاند، الباروتيد جلاند، الباروتيد جلاند عندنا هنرسم الكبسول بتاعتنا كونكتيف تيشو فايبرز وما بينهم السبتة أراعي. دي نوعها ايه المفروض في الباروتيد؟ سيرس. السيرس ما بترسمش كده، اول حاجه غلط السيل ميمبرين. اما اجي ارسم سيرس اسيناي في ايدي القلم لونه احمر وفي ايده القلم لونه ازرق، لونه ازرق ده ميوكس، وبنرسمها زي ما اتفقنا قدام. اوكي عشان ايه الوقت، طبعا انتوا فاهمين انا هعمل ايه، احنا شرحناها فوق ايه قدام. يبقى لما اجي ارسمها الباروتيد زي ما بنشوفها اصلا في السلايد بتبقى اغلبيتها لونها بتبقى كلها احمر، اصلا هي كلها سيريس اساينال ما بيبقاش فيها لون ازرق خالص، فلما اجي ارسم ارسم باللون الاحمر. اوكي طيب الاسترايتد دكت اخد بالي منها ان انا هعمل فيها استرايشن، واول مش هتبان اخدها واكبرها. الانتر لابيلر دكت اخدها اخد بالي منها ان هي في ايه جوه السبته. اوكي و الانتر لابيلر داكت سودو ستراتيفايد، يعني في بقى في خليه تانية هنا حتى لو مش هتبان ناخدها ونكبرها.
اوكي، وقلنا السمن دبلر هنا فين غلطة؟ نفس الغلطة اللي هي بتاعت السيرس اسيناي. الغلطة دي عندكم كلكم أغلبية اللي كنت بصحح له، إن السيرس اسيناي رسمها بالأزرق، السيرس اسيناي بترسم بالأحمر، الحاجة الزرقاء فيها هي البيزا البيزوفيليا بس والنيوكليوس أوبن فيس. تمام. دي الجول بلادر هي مفيهاش غلطة. الغلطة اللي انتوا بتعملوها دايما وبتنسوها هي بتبقى نسيان، يعني انتوا بتبقوا كاتبين سيروزا وسكت رسمنا ادفنتيشن، هكتب حاجه يبقى ارسمها سيروزا، يبقى المفروض ان انا اكتب ايه؟ اعمل ميزوسيلي. اوكي، نيجي للليفر. الغلطه الشائعه ايه هي؟ ايه بقى الهيباتوسايت؟ الهيباتوسايت بتترسم ازاي؟ انتوا بتيجوا ترسموها كده، في ناس بتيجي ترسمها لي راوندد، لا الهيباتوسايت بتترسم كده. واحدة فيها يوني نيوكلير وفي باي نيوكليتد. اوكي، الليبلز ما ننساهاش بتاعة البورتر تراكت، كلكم بتنسوها، ولازم افرق ما بين الارتري. الارتري المفروض ان انا برسم الارتري برسمه ايه؟ تخين كده، وول بتاعه تخين، وبرسم الفين رفيع، وبرسم البايل داكت او البايل داكتيول كيوبيكال سيل. فبقول ان ده برانش من البورتال تراب، من البورتال فين، وده برانش من الهيباتيك ارتري، وده بايل داكتيو. اوكي، فما ننساهاش هي ما هنا ايه معمول برانش او بورتال فين بايل داكتيو. ماشي، وادي الارتري. ماشي، طبعا الفرق ما بين الهيومن والبيج ان السبتة هنا ايه تخينة، هنا في ستة بس رفيعة، بس هنا تعتبر هنا هي باينة، لا انا عايزاها ارفع من كده شوية متبقاش باينة قوي كده. ماشي، دول برضو خلاص يعني مش بيجوا. هنا البانكرياس نوع الاسيناي اللي فيه ايه سيرس، يبقى رسمته زي الرسمة اللي فاتت، مفيش حاجة اسمها سيرس اسيناي ارسم بالقلم الازرق، سيرس اسيناي في ايدي القلم الاحمر زي ما اتفقنا، ونرسمها زي اللي فات. نيجي للكاركترستيك بتاع البانكرياس اللي هو الايلت اوف لانجر هانز. الايلت اوف لانجر هانز ترسم كده ماشي عادي، خلايا وفيها نيوكلياي وفاتحه او وات ايفر اللون هترسموها، خدها واكبرها بقى وبين لي الالفا وسل والبيتا سل. الالفا سل هي بتبقى اسيدوفيليك، الفا اسيدوفيليك جرانيولز فيها، والبيتا بيزوفيليك هي اللي فيها ايه بيزوفيليك جرانيولز. اوكي، يبقى بي بي واي اي. تمام. بس هنا كده مفيش اي غلطه تانية. نيجي للإندوكراين. الإندوكراين هي الأوتلاين، أنا مش هعرف أعدل عليكم في الرسمة نفسها، تحاولوا على قد ما تقدروا تبقى إيه أقرب للكتاب، بتبقى كده يبقى فيه السبيس كده، وبعدين أطلع أعمل كده عاملة كده. أوكي، طيب الحاجة بقى المهمة في الرسم اللي لازم ناخد بالنا منها، هنا هي متاخد بالها منها اللي هي إيه؟ الكروموفوبس، الفرق الريشيو ما بين الكروموفوبس والبيزوفيلز والاسيدوفيلز. الكروموفوبس بتبقى نسبتها قد ايه؟ 50%، فلازم اخد بالي ان الكروموفوبس تبقى اكتر حاجه في البارس ديستالس، وبعدين تيجي بعديها الاسيدوفيلز. فالاسيدوفيلز دي تبقى اكتر من البيزوفيلز، يعني مثلا لو رسمت 2 بيزوفيلز يبقى قدامهم مثلا 4 أو 5 اسيدوفيلز. اوكي، بس اغلبيه الرسمه اغلبيه البارس ديستالس زي ما اتفقنا كروموفوبس، اللي هي الخلية المدورة اللي جواها ايه نيوكليوس زنق، دي كروموفوبس. طيب ايه تاني؟ خلاص اي حاجة دي بعد كده انتوا بتسموها زي الكتاب بالظبط، هي دي دايما بتبقى الغلطة اللي انتوا ايه بتنسوها. نيجي ليه هنا الثايرويد مرسومة هنا صح، ادي الفوليكل وادي هي نفسها ايه بيزوفيليك، السيتوبلازم بيزوفيليك والكولويد احمر.
في ناس كانت بتيجي طبعا بغلطات، طبعا اللي جاي لي ايه مرسوم ان ده لونه احمر وده لونه ازرق، طبعا غلط. يبقى الثايرويد فوليكل بتترسم الفوليكل كيوبايدل، كيوبايدل سل يعني مربعة. بس طبعا انا مش متحكمة في الرسمة قوي يعني كيوبايدل، وجواها الملك ايه هوموجينس سوري الكولويد هوموجينس ريد. وحلو لو كتبت ان الكولويد هوموجينس ريد عشان افرق ما بينها وبين الايه الملك. بعدين الشيف سيل والاكسوفيل سيل تمام، بيزوفيليك واسيدوفيليك. لو مش هتبينها كبيره كده وهترسمها لي صغيره يبقى اخدها واكبرها، نفس الكلام خدها واكبرها، اكبر الاكسوفيل انها تبين لي الاسيدوفيليك سيتوبلازم، واكبر الشيف سيل انها بيزوفيليك سيتوبلازم. بس اي حاجه تانية مبقاش فيها غلطات يعني مبقاش فيها غلطات.